أغلب ما نواجهه ونعانيه بمشاكلنا مع الحياة أننا لا نستطيع أن نتعامل معها، أن نحبها باختصار، وذلك لأننا اعتدنا عليها بهذا الشكل ولم نفكر يوماً بتعديلها أو على الأقل جعلها مناسبة لنا بعيداً عن التقاليد والحياة الاجتماعية الروتينية. إن الحياة كبصيرة القلب تختلف من عين لأخرى، عليك أن تكون جاداً بالتعامل معها، ولك هدف بها بعيداً عن التقليد. حاول أن تكون أنت ذاتك التي خلقها الله لك، تخلى عن كل قيد قد يعيد إلى الوراء، واسعى بكل قوة لك أن تترك بصمة لا تنسى، أثراً يصعب إزالته مع الأيام. فكلما أحببتها أكثر سعيت لمعرفتها واكتشفت سبل إرضائها، بعد ذلك أنا أراهن على نجاحك. فقط آمن بذاتك وكن معها واسندها لتحيا عزيزاً. ابحث عما يسعدك.